السلام عليكم. كنقدم لكم في هذا الفيديو لابليكاسيون وفر. وفر كتخلي اي زبون يخلص عند مول البيسري وياخذ تخفيضات. هاد التخفيضات ما كياثروش على الربح ديال مول البيسري، كيزيدوه في الربح وبجوج ديال الطرق. اولا كل خلاص كيستقبلوا مول البيسري كيعمر له هاد لابار، وملي كتعمر كيوصلوا له الفلوس مباشره. هاد الفلوس فوق من الربح ديال السلعه. باختصار الكليير رابح ومول البيسري حتى هو رابح. ثانيا كل زبون كيانستالي لابليكاسيون خصو بالضروره يجي عند مول بيسري باش تطلق له لابليكاسيون. كل زبون كيتسجل مول بيسري كيتخلص عليه 10 دراهم. هاد لابليكاسيون كتضمن الالاف ديال الدراهم ديال الربح كل سيمانه. كاع الفلوس ديال وفر كيكونوا في لابليكاسيون سمارت فلوس اللي واخده الرخصه ديال بنك المغرب. ممكن المول الحانوت يستعملهم باش يشري السلعه ولا التعبئه ولا كاع ياخذهم كاش من اي اجونس ديال البنكه. وزيد على هادشي هاد لابليكاسيون 100% فابور للمول الحانوت. وفر وسمارت فلوس الربح ديالهم مع الشركات اللي كيبيعوا الموالي للبيسريات. ممكن لاي واحد يانستالي لابليكاسيون وفر، ولكن هاد الفيرسيون اللي كتربح بزاف ديال الفلوس خصوصيه بمول البيسري. الا بغيتي تستافد منها وتاخذ المزيد من المعلومات، اتصل بالناس ديال ماجيكس ولا ماكسيس ولا عاصم مراكش.